وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة، رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة. مساء الخير سعادة الشيخ، لو تحدثنا أكثر عن هذه المبادرة، مبادرة أبطال بلا حدود للمصابين العسكريين. الله يمسيك بالنور ونشكركم على تغطية هاي البرنامج. وفي البداية طبعا نحب مرة ثانية نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على مبادرته الإنسانية الرياضية مثل ما ذكرنا. هذه المبادرة مو مبادرة وقتية وتنتهي، لكن هاي مبادرة إن شاء الله إن هي انطلاقة إلى شيء أكبر بكثير. وفكر إن واجب علينا إن إحنا نخدم الناس اللي يخدموننا. فهذه الرجال ضحوا بالغالي والنفيس لخدمة وطنهم وأمن مجتمعهم، فلا بد إن إحنا نقدم لهم اللي نستطيع عليه. وبالنسبة لنا إحنا كاتحاد رياضة ذوي العزيمة، هذه أقل شيء نقدر نسوي لهم إياه. والبرنامج نفسه، نعم، مثل ما ذكرنا في كلماتنا في الافتتاحية، أن هو علاج نفسي لهم وهو علاج بدني لهم. طبعا الواحد بعد ما فيه يعني إعاقة أو إصابة يأخذ له فترة لما يتعود على طريقة العيش بالأوضاع الجديدة، فلا بد يكون عنده ناس يتكاتفون معاهم ويساعدونهم، وبهالطريقة يكون مجتمع متكامل وكلنا يساعد بعضه. بالتأكيد سعادة الشيخ، نعلم مدى عمق هذه المبادرة في نفوس المصابين العسكريين. لو نتحدث عن الطرف المعني، هذا الطرف الذي قدم روحه في سبيل الوطن، لو تصف أكثر أثر هذه المبادرة في نفوس هؤلاء الأبطال. والله أمانة يعني الفرحة اللي شفناها من العدد المشارك كان كبير، ومن عدد الاتصالات والأسئلة من المصابين اللي ما حصل لنا الفرصة ان احنا نقدمهم في هاي البرنامج. هذا البرنامج كان مجرد لفت نظر وافتتاح على اساس ان الجميع يشارك في هاي الفعالية، وان شاء الله ان هاي الخطوة الاولية، ومثل ما تفضل سموه ان الصالة مفتوحة لهم وكوادر الاتحاد البحريني رياضة ذوي العزيمة مفتوحة لهم وكلنا في خدمتهم. ورأينا استجابة إيجابية منهم أنهم مستعدين وأنهم عندهم التقبل ويتمنون أن هالشيء يصير من فترة طويلة. والحمد لله أن رب العالمين سخر سمو الشيخ خالد أنه يقود هذه المسيرة. نعم سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة، رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة، شكرا جزيلا لك.